في ايه يا فرح اللي حصل؟ المخدرات دي كانت منين؟ مش عارفة حاجة خالص، بس هما جابولي محامي بتاع مروان أنا مش واثقة فيه، وحاسة إن هو مش هيعمل لي حاجة. طب أنا أشوف لك محامي وأكلم عهد؟ لا عهد ثبتت التهمة عليا. من فضلك وقف جنبي، أنا عارفة إن أنا وجعتك كتير، أنا موافقة أبقى مراتك التانية، بس ما تسيبنيش. هقف جنبك ما تقلقيش، أنت عارفة إني ابن أصول، بس أنت عارفة أنا بحب مريم، أنا بقيت أمك، بس مش هبعد عنك ما تقلقيش. أنا عارفة إن أنت جدع، أنا ليا طلب عندك. أموري، أنا في بنت باخد بالي منها في ملجأ، هدي لك عنوانها، روح لها زورها، ما تسيبهاش، وقول لها إن أنا جاية لها، قول لها إن أنا جاية لها عشان خاطري عايزة. عرفتيها إمتى دي؟ روح لها بس من فضلك. شكرا. Check it out.